السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير يا بعد عمرك. طبعا اليوم رجعنا لكم مقلب جديد ان شاء الله يا رب ويعجبكم. قبل ما نبلش بالمقلب اضغطونا لايك وشاركوه بكل مكان، والله العظيم انا مستحي منكم، قد خاف انزله وما يجيب تفاعل. المهم اردها قدها انتم، اردكم تنشرونها وتشاركونها بكل مكان، وتعالوا وياي. شلونك خالي؟ حبيبي شلون صحتك؟ الحمد لله. الدربه طليان اثنين صعد ثلاثة انا واحد بحضن. لا صدق؟ اي والله طليان. اعطيك كرو طبعا تدري كرو يعني. نلبسنا شفوف وكمامات وكل شيء ملبسنا عن الوقاية وما يطلع عن بالبيت. لازم صدقني وطيك كرو يا صدخينة. صدقنا تشاغل اي ما لمن مشاغل يا بلا يعني بتصعد. ها؟ بتصعد عشان ما عنده مال. طليان طليان ولا طليان أربعة بالأخير ثلاثة بالأخير ونا اثنين. إيه عادة صح. خاما يدمرنك واي. خلني فراش. صديق. والله. يعني خاف يدمرنك خالد. عادة خلني فراش صعد. ها. تأكد ما يدمرنك. أصعد إيش بيك؟ لا شو سوى صعد بس أنت صعد طلياني. أنت تصعد ما له لا. صعد طلياني. إيه عادة صعدين. توصلين؟ إيه. بس وسخات. وسخات شنو؟ بين ريحة. لا يا ما. بعروه. صدق لوين؟ صعد الأولى. لا صدق تجيب كيلو ولا الشاقة هذا مخلب. نجي الكاميرا خالي. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. قد أربعة طليان. أربعة ناس صعدنا واحد بحضنا. أربعة زين يصير بالجنطة؟ ها؟ لا ما يصير. شلون أخاف علينا أنا؟ والله خاف علينا. شلون صعدني بالجنطة؟ لا ليش علينا؟ لا أخاف عليهم. وين تروح؟ للقراج. يا قراج. بس إنه كل ساعة بعران عادي يعني الفرشين تشيز. عندك تشيس وذني سوالف؟ لا ما عندي والله بنعم ما عليه شي بالجنطه. لا تريد بالجنطه؟ لا لا اخاف عليهم. فوي شلون انا قاعد على التبريد هنا وانا قاعد انا هذه انا من وياي بالليل انا. يضحك. ما ادري ايش اقول لك. وين صعدنا بالجنطه يعني طليان انا من وياي بالليل انا اصعد بالجنطه. عزيزات ذني. لا والله والله عزيزات صدق كل ما جدي كان نايمين بحضنا وانا هسه نايمين بحضنا. والله عزيزات كل من حاجته عزيزه. ها يلا هسه تاخذ الولا بالجنطه بس مو لا ما اقدر بالجنطه. العصا يصير خليك بالجنطه حشاك. لا يا ابو هذا حيوان هذا بشر. لا لا حشاك يعني بشرفك هسه واقعنا مو الحيوان احسن من البشر. صحيح رحم الله والدك. لا تخلي خلينا واسكت. اقول لك خلي اختم الحكي وياك. هذا مقلب. ليش الكاميرا شو ايش عندك قناه على اليوتيوب؟ ايه خوش نعرف الولا يا عادي. اوكي نعرض معكم مش بعد قلب اخي خادم لك. يا حبيبي بعد روح شلون صحتك؟ اقول لك الدربه طليان ولا خذي ثلاثه بالاخير وانا واحد بحضنه. لا باك نظيفات غاسلين وين توديهن؟ للقراج. لا ما اقدر والله. نظيفات ملبسن حتى كمامات وشفوف. ما اقدر والله يا اخوي. ازعل سوي سيارتك نظيفه وقمت تسوى علينا. اي نظيفه والله. يلا خلنا صعدهن حط البجنطه بس مو لا هنا خلي التبريد. لا بس احنا ردينا تبريد هنا خطيه تحطون هنا. اه لا والله يعني ولا عنها. ايه لا ما لبسن شفوف وكمامات. لا اذا بالجنطه حطهن. لا هنا. لا هنا ما اقدر. اه اي والله طيب كرم شاي مو عارف. يلا لا تبين علي. لا والله. اه لا والله هسه ولا عليه. ايه اعتذر والله اقول لك هذا مقلب. اه والله بيش الكاميرا. بيش الكاميرا. نعرض ولا ما نعرض؟ اعرض عمي بعد قلب رحم الله والديك حبيبي مشكور. السلام عليكم. شلون صحتك اخوي؟ زين. الدربه طليان. ايه اربع هناك واحد بحضنه. يعني اربع ثلاثه هناك واحد بحضنه. عدلات؟ لا عاد شنو الكلندام؟ الحين هنا عدلات شيء طبيعي. وقعد مثل البشر ونام مثل البشر ولكن مثل البشر. بس شوي عاقلين. ندرب هنا. شوفوا كم ما تلبس. خاف تقول كورونا وهذا. لا كورونا. اه خاف تخاف من كورونا. يلا. توكل صديق طليان هو الكيشن مالتك وسخ يعني عليه. لين انت مقلبنا بعد عمر ان شاء الله عجبكم. اعطونا لايك واشتراك وشاركوه بكل مكان وانتظرونا مقلب جديد مع الف سلامه.